كذا تواصلنا يستمر مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام لتعلن انطلاقة جديدة من انطلاقات هذا الصباح. شوط ينطلق للابكار القاية المحليات الاصايل، شوطنا الحادي عشر على بركة الله. نسير مشاهدينا الاعزاء مباشرة مع منحاف سلطان بن محمد بن سيف النيادي، يقدم لنا منحاف بينما العبية في المركز الثاني، صالح بن سالم بن مكتوم لي نيبي، ولكن الدخول الزاوية الأخرى التي تحمل لنا اسم آخر هناك بدخول برزمان فايل بن حمد بن علي العويسي، يقدم لنا برزمان أيضا ويأتي بهذه الانطلاقة. المركز الرابع هذه هملولة، سالم بن راشد بن سالم السعدي خذت المركز الرابع، المركز الخامس من السياج الخارجي، ولكن حفل أرى أيضا هناك علي بن أحمد بن علي بن واس الاكتبي يتقدم ويقدم لنا حفلة، ودائما أيضا من قدم لنا حفلة وغيرها من الأسماء الجميلة والرائعة أبو نواس. يأتي هنا مشاهدين الأعزاء متابعين الكرام أيضا يأتي ويقدم انطلاقة مميزة، وصول من مشغلة محمد بن صالح بن مقرن العامري، مرحبا يا بن مقرن، أيضا يقدم انطلاقة قوية وعملاقة، ولكن الدخول هنا القادمة هذه الذيبة سعادة سرور بن عبيد المشغوني يتقدم من خلال هذا الاسم، والوصول الآخر هذه القادمة مشكورة راشد بن عبد الله بن محمد بن حوفان المنصوري، بينما هناك المتقدمة هناك أيضا والواصلة هذه هي سيافة، سيافة القادمة أو سياقة، هناك ياتي سالم بن سهيل بن حمرور العامري يتقدم من خلال هذا الاسم ومن خلال هذا التحدي. مشاهدين الاعزاء خذت المركز التاسع، المركز العاشر اللي تقدمت هناك في المركز العاشر وصولها قوي للغايه، هذه مهابه علي بن محمد بن حريك المنهالي. هكذا النتيجه مشاهدين الاعزاء متابعين الكرام، هكذا الاداء، هكذا التميز والانطلاق الجميل والرائع هنا في ايضا ميدان الوثبه عاصمه الميادين. يتقدم ونسير الى مقدمه الشوط، الى المركز الاول، الى الصداره الاولى، الى المقدمه الاولى، وهذا الاداء وهذا التميز. المركز الاول، الصداره الاولى من حاف سلطان بن محمد بن سيف النيادي، بينما هملوله سالم بن راشد بن سالم بن راشد الساعي وصلت هملولة. الدخول الآخر هذه مشكورة راشد بن عبد الله بن محمد بن حوفان، وصل مع مشكورة وتدخلت في هذه اللحظات. هذه هي برزمان يتقدم فايل بن حمد بن علي أيضا، ويأتي هنا من خلال العويسي هذا الاسم، ولكن بن حريك، بن حريك مع مهابة علي بن محمد بن حريك المنهالي، وصل منهالي، ولكن هنا عارفين منصور بن سيف بن علي بن دري المنصوري، وصلت 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 في هذه اللحظات وتقدمت هنا مشاهدين الأعزاء أيضا بالشعار القادم، هي أيضا سيافة لسهيل بن سالم بن حمرور العامري، وصل العامري، وصل العامري، والدخول الآخر هناك من خلال تواجد اللي هي أيضا شواهين راشد بن صقر بن راشد الخيالي أول ندى، ولكن هنا الشعار القادم هذه الوثبة العبيد بن حمد بن سعيد متعافي المنصوري أول ندى، أول ندى للوثبة، الوصول من الهائلة سالم بن هلال بن مبارك بالطماطم العفاري، وصل راعي العزوم يتقدم من خلال هذا الاسم، ولكن شوفوا المتدخلة من الزاوية الأخرى شواهين عبد الله بن محمد عبد الله او عبد الله بن مبارك بن قران بن راشد المنصوري. عوده الى مقدمه الشوط، عوده الى المركز الاول، هذه اللي في الصداره، هذه من حاف سلطان بن محمد بن سيف النيادي، النيادي على المركز الاول، النيادي على الصداره الاولى، على المقدمه الاولى، بينما مهابه بن حريك علي بن محمد بن حريك المنهالي في المركز الثاني بدا يغير الى ثاني المراكز، والمركز الثالث المتدخلة هنا الواصلة في هذه اللحظات أيضا قادمة من الزاوية الأخرى والقادمة ما شاء الله تبارك الله. هذه شواهين عبد الله بن مبارك بن قران بن راشد المنصوري، وصل بن قران، وصل بن قران، شوف القدوم،
شوف الوصول ما شاء الله تبارك الله. هذه هي اشواق علي بن ميل الوهيبي وصل، او هذه هي ايضا اللي هي الظبي حمود بن علي بن سعيد الوهيبي. وصلت الظبي، وصلت الظبي حمود بن علي بن سعيد الوهيبي، يتقدم ايضا بالنظيمه، بالنظيمه وصل، بالنظيمه وصل، يقدم لنا هذه الانطلاقه على المركز الثاني. عينه على مقدمه الشوط حمود بن علي بالنظيمه الوهيبي، يقدم ظبي الفلا، يقدم رمز العطا. سلام 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 إلى الزهرة، سلام سلام إلى حمود بن علي بن نظيمة راعي زعفرانة، سلام. المركز الثاني وصول من خلال تواجد اللي هي من حافظ سلطان بن محمد وسيف النيادي. المركز الثالث، المركز الثالث وصلت في مهابة علي بن محمد بن حريك المنهالي. المركز الرابع شواهين عبد الله بن مبارك بن قران بن رايد المنصور. المركز الخامس وصلت في المركز الخامس هي مشكورة راشد بن عبد الله بن محمد بن حوفان المنصوري. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. هكذا نعود بالتوقيت الزمني مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام، حيث بالنظيمه فاز في هذا الشوط 6 دقائق ثانيه واحده وست اجزاء من الثانيه. تهانينا لمالك الظبي حمود بن علي بن سعيد بن نظيم الوهيبي. تهانينا والناموس، سلام للزاهره، سلام على هذا الفوز. المركز الثاني من حافظ سلطان بن محمد بن سيف النيادي ب6 دقائق ثانيتين وجزئين من الثانيه. تهانينا والناموس. المركز الثالث مهابه علي بن محمد بن حريك المنهالي، قدم مهابه في المركز الثالث ليعلن بانه بطلا لهذا الشوط من خلال المركز الثالث وايضا الفوز والانتصار ب6 دقائق 3 ثواني 5 اجزاء من الثانيه. تهانينا لمالك الظبي حمود بن علي بن نظيمه الوهيبي.